نعم سيدي عزك الله، ستوقع أمام جلالتكم نصر الله اتفاقية شراكة واحدة تتعلق ببرنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، يوقعها السيد محمد حصاد وزير الداخلية، السيد أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية. السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري. السيد رشيد بن مختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. السيد حسين الوردي وزير الصحة. السيد حسن الحداد وزير السياحة. السيد حسن السكوري وزير الشباب والرياضة. عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك السيد محمد نجيب بوليف وزير المنتدب لدى وزير التجهيز مكلف بالنقل. السيدة حكيمة الحيطي وزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن مكلفة بالبيئة. السيدة شرفات أفلال الوزيرة المنتدبة مكلفة بالماء. عن وزارة السكنة وسياسة المدينة السيدة فاطمة شهاب الكاتبة العامة للوزارة. عن وزارة الثقافة السيد محمد لطفي المريني الكاتب العام للوزارة. السيد عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة الصحور. السيد محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة. السيد إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة. السيد علي الفاسي الفيري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. السيد العربي بن الشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. السيد منير بو يوسفي المدير العام لوكالة إنعاش التنمية أقاليم الشمال. ثم أخيرا السيد إسماعيل الرئيس رئيس مجلس إقليمي للحسيمة. الله يبارك عمر سيدي. ترأس جلالة الملك محمد السادس حفظه الله مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق ببرنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة 2015.